يا صباح الخير على كل الناس اللي بتشوفنا على شاشة التلفزيون المصري من خلال القناة الأولى والفضائية المصرية. أهلا بكم وحلقة جديدة من صباح الخير يا مصر. صباح الخير عليك يا شباب. صباح الخير عليك يا منى، وصباح الخير على كل مشاهدينا في كل مكان. أهلا بحضراتكم وحلقة جديدة من صباح الخير يا مصر. الثقة المتبادلة هي سر نجاح العلاقات، أيا كان نوع هذه العلاقات، سواء بين الناس أو حتى علاقتك بالمؤسسة اللي أنت شغال فيها أو بشغلك. في نفس الوقت ما ينفعش تروح تقول لحد ثق فيا أو أنت مش واثق فيا ولا إيه. الأسئلة دي بتشكك اي حد، يعني لو انت بتتكلم مع حد وتتعامل معاه وبتقول له هو انت مش واثق فيا عشان تحكي لي ولا ايه، دي بتشكك اي حد. فالثقه خلينا متفقين كده ان هي ما ينفعش تيجي بالنوايا فقط، لا، النوايا هي الاساس، لكن في النهايه لازم يصحب هذه النوايا افعال، لازم يصحبها تصرفات، تصرفات تؤكد بان الشخص ده بالفعل جدير بالثقه. بالمناسبه الشركات بتختبر في بعض الاوقات ثقه الموظفين عندها بطرق كتيره جدا، بطرق حضورهم في مواعيدهم، بالتزامهم بان هم ما فيش مره قصروا، لو ادوهم مهمه مثلا بيلتزموا بتنفيذ هذه المهمه في الوقت المحدد ليها، ما عندهمش مشاكل مع زمايلهم. في تصرفات كتير قوي المؤسسه بتختبر هذا الشخص، فبعد كده لو في مثلا مهمه تقيله شويه فبتقول لا احنا بنثق في هذا الشخص، الشخص ده هو اللي يقوم بهذه المهمه. فهي الثقه حاجه مهمه جدا انك تكسب ثقه الناس، لكن في نفس الوقت ما ينفعش تخطط وتقول ايه انا ناوي اكسب ثقه الناس، ما بتجيش كده. دي بتبقى صفات موجوده في كل واحد فينا، عنده الصفات المختلفة الموجودة فيه، على أساس هذه الصفات بيقدر يكسب ثقة الناس. سؤالنا بيقول إيه الصفة اللي من خلالها بتقدر تكسب ثقة الناس؟ وخلينا نبدأ مع منى، ما هي الصفة يا أستاذة منى؟ قبل ما نبتدي بده عايز أختلف معك في حاجتين. أول حاجة بتقول ما ينفعش حد يجي يقول لك ثق فيا، بالعكس دي بتبقى بادرة طيبة جدا إن اللي قدامك يعرض إن هو إنك تثق فيه. هو بقى جدير بهذه الثقة أو لا ده من عندك بقى أنت هتقدر تقيم، لكن لما يبقى شخص جاي من البداية، احنا هنا طبعا بنفرق ما بين العلاقات الشخصية وبين علاقات العمل أو الشكل المؤسسي للعمل. يعني ما فيش حاجة اسمها الشركة من وجهة نظري، يعني الشركة بتثق في الشخص، الشركة بتقيم أداء الشخص لفترة فبتبقى شايفة أنه هو أقدر على إدارة الموقف في بعض الأحيان، لأنه هو لو شايف انه مش لا يستطيع او مش كابابل يعني ان هو يتعامل مع الموقف مش هيخليه هو اللي يدير الموقف. معناه ان هي مش واثقه فيه حتى لو لفتره برضه، يعني في النهايه معناها ان مفيش ثقه ولو لفتره ما دام مكمل في الشغلانه بيبقى ده نوع من انواع الثقه. لكن في شخص بيجيد التصرف في مواقف الكذا، الشخص الاخر يجيد التصرف في المواقف الاخرى، فكل شخص له مكان وله توظيف، أو هي دي الإدارة الناجحة، أو هي دي الإدارة اللي بتقدر توظف الناس اللي عندها. لكن أنا أصلاً مخلي بني آدم لا أثق في قدرته على إدارة الأمور، دي أصلاً عمالة زيك، وهو كده يبقى أنا راجل ظالم، لأن في مكان تاني لحد تاني ممكن يكون أكثر كفاءة ومحتاج المكان إنه يشتغل فيه. دي طبعاً هي وجهة نظر. لو بنتكلم بقى عن العلاقات الشخصية، لا، لأن في ناس ممكن من الأول كده تبقى حاطة حواجز بينها وبين الآخرين فترفض إنها يبقى في بينها مساحة من إنها تقولك ثق فيا، طب جربني، طب بالعكس ده في ناس تبقى طيبة وعايز تعرفه وتقولك أنا ما بتطلبش الحاجات دي، صدقيني الحاجات دي هي العشرة والمواقف. لا بتكلم بجد فعلا، الحاجات دي عمرها ما كانت بتطلب في يوم من الأيام إن حد يروح يقول لحد ثق فيا. أنا مش هستنى أسمع الكلمة دي من حد، أنا لو شفت تصرفاته بالفعل معايا كويسة وفي عشرة طيبة ما بيننا وعدينا على مواقف كتيرة وبالفعل الراجل ده بيصون العيش والملح زي ما بنقول، الراجل ده فعلا راجل أمين بيتصرف معايا بكل حب، أنا هثق فيه من غير ما يجي يقول لي ثق فيا. فعشان كده أنا الكلمة نفسها أو الطلب نفسه في حد ذاته برضه زي ما أنت قلتي وجهات نظر ما بتقنعنيش. مقبول جدا، مقبول جدا الاختلاف، وإلا ما كانتش الناس بقت بشخصيات مختلفة، ما كانش حكم الناس على الشخصيات بيختلف من شخص للتاني. تاني حاجة ممكن جدا ان يبقى عندك علاقة مع شخص لفترة طويلة جدا وهو سمعته السابقة كويسة جدا، ولكن في وقت ما بيحصل تضارب مصالح، هنا بقى هيبان الشخص ده اهل للثقة فعلا ولا لا. طول ما مفيش مصالح متضاربة كل الناس اهل للثقة على فكرة، كل الناس حبايب، لكن اول ما يحصل الاختلاف هنا بقى تقدر تقيم الشخص هو فعلا اهل الثقة ولا لا. انا اعتقد من وجهة نظري، وطبعا يعني كل واحد بيبقى له صفات محددة من خلالها بيقدر يشوف اللي قدامه يقدر يكتسب ثقته ولا لا، انا هستخدم المصطلح الدارج، بشوف ان السلكان هو ده أكتر صفة ممكن تخليني أثق في القدام. يعني إيه؟ يعني مش لازم يبقى أأمن واحد، ومش لازم يبقى أشطر واحد، ومش لازم يبقى أكتر، لكن هو ما يكونش بيظهر غير ما يبطن.
حتى لو هو ممكن يكون ردود أفعاله قد تكون في بعض الأحيان مش أحسن حاجة، ممكن يكون عصبي، ممكن يكون، لكن بالنسبة لي مدام الشخص ده واضح أفضل بكتير قوي من الشخص البسوم اللي بيقابلني وبيضحك في وشي اللي بيتكلم معاك كويس جدا لكن هو من جواه مش صافي. صحيح كلامك منطقي. أنا بالنسبة لي الصفة اللي ممكن من خلالها أكسب ثقة الناس، ودي حاجة يعني أزعم إن هي موجودة فيا لكن ما فكرتش ما خططتش إن أنا أعملها، إن أنا كتوم إلى حد ما، يعني لو حد إداني سر فهو سر فعلا ما بيطلعش. حتى يعني ممكن تلاقي اتنين مختلفين مع بعض والاتنين سرهم عندي، يعني ده مش تصرف ثعباني مني ولا حاجة مثلا هنا في البرنامج أو كده. شاذلي هو كاتم الأسرار، مش يعني عشان ما نكبرش المواضيع يعني، لكن يعني لو مثلا على سبيل المثال هي لمية هتنضم لنا كمان شوية، لو لمية ومنا مثلا في ما بينهم وليكن في ما بينهم مثلا مشكلة أو أي حاجة، لمية ممكن تحكي لي الموقف ومنا لما تيجي تحكي لي الموقف أنا ممكن أتفاجئ، أو العكس، مش خبص مني إن أنا بتفاجئ خالص بس بتفاجئ عشان ما اعرفهاش ان انا كنت عارف، لان ده سر برضو من لاميا مثلا. فحفظ السر بالنسبه لي من اهم الحاجات اللي ممكن من خلالها انت تكسب ثقه الناس. حاجه كمان من الحاجات اللي ممكن تكسب بيها ثقه الناس انك تكون شخص بسوم، يعني اللطف في التعامل مطلوب ده بالمناسبه، يعني لو كانت نيتك برضو كويسه، يعني نرجع برضو في الاول وفي الاخر نقول ان النوايا مطلوبه، لكن لو انت شخص بسوم بتقابل الناس بابتسامه لطيفه، علاقاتك طيبه مع كل الناس، ما بتحكيش عن نفسك كتير، خد بالك برضو ان دي حاجة مهمة جدا، حتى لو عندك تجارب كتيرة في الحياة لكن ما بتحكيش عن نفسك كتير، بيقولوا عليها ايه؟ ايقاف مؤقت للأنا، يعني لو قاعد مع شخص والشخص ده بيحكي معايا كل يوم وأنا عندي تجارب كتيرة في المواقف اللي هو بيحكي فيها، مش لازم كل مرة هو يجي يحكي لي حاجة أقول له أنا عملت، أنا رحت، أنا عندي، أنا، ايقاف مؤقت للأنا، بحيث إن أنا أسمع منه، أديله فرصة هو كمان. مش في مسابقة مين فينا بيعلي فيها على التاني، مش ما حدش بيجي لك هو زعلان تقول وانا كمان زعلان عشان انا مش عارفه ايه، انا امبارح كان يومي صعب، ده انا امبارح كان يومي اصعب. يمكن الحاجات دي فعلا بتعمل مشكله ما بين الناس وفعلا بتقفل الشخص من اللي قدامه وتحسسه ان هو اللي قدامه ده قد يكون مش مهتم بالكلام، فبالطبيعي ما دام انا مش مهتم بكلامك اثق فيك ليه. صحيح. طيب خلينا نشوف اراء الناس بتقول ايه، ايه الصفه اللي من خلالها بتقدر تكسب ثقة الناس؟ ده سؤالنا الموجود على صفحاتنا على السوشيال ميديا وتحديدا على الفيسبوك، في انتظار اجابات حضراتكم عشان نستعرضها خلال حلقة النهارده. بنصبح على حضراتكم مره تانية، اهلا بيكم وحلقة جديده من صباح الخير يا مصر.